الحمد لله، يعني الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله، يعني هذه مدة ماشي عاد دابا، مدة والحمد لله، يعني لقينا الإنسان الطيبة وبنت الناس وربي سهل علينا ما خيبناش. وراك عارف الزواج مزيان، استقرار الإنسان كيرتاح يعني مغالمو. انا بالنسبه لي كنحاول نفصل حياتي، الناس اللي عزات عليا ما نبغيهمش يدخلوا لهذا الشيء الشوبيز، وهذا بغيت نخليهم بعاد، حيت انا عرفتهم عرفتهم بعاد على هذا الشيء. فالزوجه ديالي بعيده على هذا الشيء، فضلت انها تبقى بعيده وصافي. تبدل والو زعما، الصراحه ما تبدلت حتى شي حاجه، امين باقي هو امين. غير هو الزواج مسؤوليه، وحتى مغربي كيتقال شويه هذا الشيء اللي كاين. كنقول للزوجه ديالي شكرا، وكنقول الأم تاهي شكرا، التواجد ديالها في حياتي ديما والدعم ديالها.